السلام عليكم ورحمة الله، أحبتي في الله، أخي الفلاح، صديقي العامل، إلى كل من يقوم بتلقيح النخيل. لقد انطلق موسم تلقيح النخيل، لذلك أقول يجب الحذر ثم الحذر عند تسلق النخيل، وخاصة الطويلة منها، لأن الكرناف أصبح رش أي غير ثابت، لذلك يجب استعمال السلم، فهو الأأمن والأسرع. كما يجب على كل متسلق النخيل أن يكون قد صلى الفجر في جماعة. أكرر، لا تغامر، يجب استعمال السلم، فهو الأأمن والأسرع. فالكثيرين من تسلق النخيل وسقطوا، ومنهم من فقد مستقبله. لذا أقول لا تغامر، وشكرا.